المباراة. يعني اليوم الحارس اللي يصنع لك في أكثر من مباراة في هدف معين هذا شنو معناه؟ هاي بالتمرين تلعب أحد منهم لاعب أو مهاجم؟ سألهم تفضل. فعلا دائما يعني مو احنا 5 حراس نتمرن فدائما المدرب انه مدرب كابتن باسم اوجه له التحيه فيحتاج حارس او حارسين ف ايش تلعب؟ لا. مهاجم اكيد تسجل اهداف اكيد انا قول اكثر من يمنا لكن قلت 3 منو؟ انا مش قد تضيع 30 من الاصعب لاعب كرة القدم لو الحارس جلال؟ الحارس اكيد كيف؟ الحارس مثل ما تقول انه نص الفريق صح فالحارس مرمى لا واللاعب ليش اليوم الحارس ليش يلعب؟ ليش يلعب؟ لا لا هو يتمتع بس راح يدخل تنافس التسليم والاستلام المناطق ملاحظته جدا مهمه انه المهاجم لو يضيع قد مكان يسجل وحده ينجم انت لو تتصدى المباراه 90 دقيقه واخر دقيقه تخطأ فاكيد راح يصير الحكي واللغط كله على الحارس مرمى فهو الحارس مثل السنتمار كل مذبوب لكن يوم سوى بيك اللاعبين من ضيعت كل الفرص اللي جتك موتوات موت تضيع؟ ضيعت الموتوات موت زين فهد كيفية التعامل مع خط الدفاع؟ يعني هذا الانسجام بين حارس المرمى وخط الدفاع من يصنع الحارس أو المدافع؟ بالبداية المدرب يضيف للحارس من تعليمات التواصل وين المدافعين انت بتواصل معهم صح راح يوقفون صح من يوقفون صح يعني